لذلك علاش حاولنا نبحث على انونيموس وتوصلنا الواحد منهم وكان اللقاء هذا مع الفريق اللي خدم مع التحقيق. تفضلوا نسمعوه. هي انونيموس ديما تضرب في الوقت الحساس، ضربت بن علي في اخر ايامات، قطعت عليه يعني عزلت جميع الوزارات الكترونيا والكل تتذكروا الاكسيون 2010. اول عباد شكرونا ودافعوا علينا في لوبيراسيون توش بان تونيزي كونتر بن علي، هما مغلوبهم في كانوا في التراك. احنا منا مع حتى طرف خرجت ورقه بركه مضروبه ولا ورقه بركه مدلسه، دونك فاتوره في وسطها 3 ملايين حوت زاده وفاتوره في وسطها 2 ملايين و600 حوت. واللي كان عليه انه الفاتوره من عام 2012 وخلصت في عام 2013 وانها مدلسه، الكماندا تعدات 2012 وخلصت في اول جانفي 2013. هذه ما معناها من مصادرنا زاده ما كاد لك، اما هذه تعملت لحفله اللي تفعل. وشكون الحوات اللي باش يصبر عليك 10 شهور باش تخلص؟ هذا الملف الاولاني. به كي الحوت والواحد هذوكم ياخذ فيه مصروف عادي للجمهوريه لرئاسه الجمهوريه ياخذ 6 ملايين و500 15 مليون 9 ملايين 14 مليون و950 66 مليون و448 دينار 32 مليون 30 دينار 30 مليون. هذوما الكلهم الكل وباش نمدوكم وعندكم نسخم الوثائق، هذوما الكلهم دي بوست كافي دي ريستورون دي 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 فري دو ريستوراسيون كوليكتيف 200 شخص 250 شخص 300 شخص 15 شخص، فما فاتوره في وسطها 66 مليون. يا اخي القصر واش يعمل؟ ما عادش اللي صرفتهم هذوما كان تحسبوا المونطون مئات الملايين. المرزوقي ماخذ في امريكا كان متكلف 110,000 دولار، هابط في نفس النهار عامل بروباغندا كيفاش السيد الرئيس قاعد ياكل في الكافيتيريا نتاع لونو في همبرجر ب 5 دولار وهو صرف قرابه 160 مليون. الشامبر بركه نتاعو فقط السويت نتاعو 63,000 دولار على رئيس موريتانيا السابق، جابوا لتونس وبعث مراسله لوزاره الدفاع يطالب فيها المستشفى العسكري بتحمل نفقات بتحمل نفقات العلاج، وفوق ذلك الكل متكلف علينا 18 مليون إقامة لهنا وتنقل هو وزوجته راه ومعاه زوج أشخاص أخرين. زيارة أمير دولة قطر متكلف علينا 30 مليون، هذه الدوحة تكلفة السفر 150 مليون و 540 دينار، تونس الدوحة الكويت تونس 612 مليون نص مليار نص مليار. الصحفيين اللي جابهم من فرنسا تعرفوا شنو حكايتهم الصحفيين هذوما ولا هذوما اصحابه وقت اللي خرج لفرنسا دبروا له خدمة عملوا عليه مزية دخلوه يقري مسكنهم على حسابنا نحن اوكي باللسن ظنش المواطن التونسي باش يمشي لهم يقول لهم اعطيوني مصروف رئاسة الجمهورية والثوابت بتاع المصاريف نتاعها باش يقولوا له تفضل كيما كان يعمل بن علي كل شيء يعمل فيه باسم القانون. ما وضحوا انه التعزيز يتم في البيروقراطية نتاعه الوثائق هذوما ما كانوش تشيع وما كان بشو ما كانوا باش يوصلوا لحتى مواطن. نحب نختم برسالة اللي نختموا بها بصفة عامة احنا في مجموعة انونيموس، لو فامو سلوغان دو انونيموس وي دو نوت فورغيت وي دو نوت فورغيف اكسبكت اس، نحن ما ننساوش نحن ما نسامحوش واستناونا.